بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الحق سبحانه وتعالى أخبر أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأن من أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التي يعيشون فيها فإن الله مدخر له عذابا من نوع أشد. والحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله: فإما نرينك الذي نعدهم، يعني وأنت حي، أو لهم يردون إلينا يوم القيامة. لأن الذين قاموا بالدعوة إلى الله أول الأمر واضطهدوا، منهم من مات في الاضطهاد، ومنهم من عجل الله له موته قبل أن ينتصر الإسلام وأن تعتز شوكة المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يري الله هؤلاء عقوبة ما عمله هؤلاء فيهم. والحق سبحانه وتعالى أمر رسله أن يبلغوا، لأنه لا يمكن أن يعذب الله أحدا إلا بعد أن يبلغه. لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الوعد الذي يجيء من الحق هو يقابل الوعيد، ولكنه في هذه المسألة التي وعد فيها قوما بالنار، زي ما قل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، من المعقول أن يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، وخلق الجان من مارج في النار فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنما يأتي بعد قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، أهذه من الآلاء؟ ده عذاب وشواظ ومش عارف. نقول له نعم، لأنه لم يفاجئهم بها، وإنما أوعدهم بها وهم أصحاء يقدرون على أن يستمعوا إليها وأن يرجعوا عما هم فيه. فأنت إذا قلت للتلميذ الولد إن لم تذاكر هترسب وتحتقر وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا وأعمل فيك كذا وأعمل فيك كذا، وعيدك له بهذا عين النعمة، لأنك نبهته إلى شيء لا يتدارك بعد هذه، فتبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في البلاغ عن الله، وفوجئوا. ولذلك احنا قلنا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ مفاجأة، ما كانش في باله هذه الحكاية، هي كده صح كده؟ قال لك هذا ما وعد الله وصدق رسله بالتبليغ عنه في ذلك الوعد. قالوا يا ويلنا، من يا ويلنا؟ أيستدعي الإنسان ويل نفسه؟ وبقول يا ويلني، هو الإنسان يستدعي ويل نفسه يقول تعالى لي يا ويل؟ نقول له لا، ده مفاجأة صعبة. أو بيقول إيه؟ يا ويلنا هذا أوانك فاحضري لنا، لأن المسألة فوق أن تدفع. يا ويلنا، زي ما قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يعني هذا أوانك فاحضري انقذيني. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان
الذي يكون على رأي ثم يتبين له مفاجأة أن الرأي فاسد، يقوم يضرب نفسه يقول أنا أضرب نفسي بكذا، ويعمل في نفسه كذا، مش بيعمل كده ولا لا، فكأنه هو الذي يعذب نفسه أولا. ليه؟ لأنه ما تنبهش بغفلته إلى ما يتأتى، يقول يا حسرة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقالوا من مرقدنا كأن المسألة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، وكانوا فاهمين أنهم نايمين، وبعدين بقى شافهم أن الهول اللي كانوا في القبور أخف من الهول اللي هم شايفينه الآن. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت أي العملية بتاعة النفقة هي صيحة واحدة، ما تستهلش أكتر من كده، ما هي صيحة أخمدتهم وصيحة بعثتهم. الصيحة لا تخمد والصيحة لا تبعث، وإنما الصائح بها هو الذي يخمد وهو الذي يبعث. إن كانت إلا صيحة واحدة ما تتكررش، لأن الذي يكرر الفعل لشر إن كرره يبقى الأول ما وفعش، إنما هي كافية مرة واحدة. ولذلك فلما يجي واحد يقول لك هي كلمة واحدة، كلمة واحدة مالهاش يعني مالهاش تانية، لأنه واثق بقى. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. محضرون يعني ما لهمش خيار في الحضور، ده مجبورين كده على الايه حضور. احنا قلنا في آية قبل كده وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فزايد كل هناك، احنا قلنا الكل تدل على شمول الأفراد، إنما قد يكون شمول الأفراد تتابعا، ده يجي شوية وبعدهم، إنما أنا عايزهم يكونوا مجموعين علشان اللي تبع يشوف المتبوع، واللي كم غشه يشوفه، يقف بعض كده تتفضح، ولذلك ممكن يسموها الفاضحة، الفاضحة. فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا. دي بيطمن الجماعة اللي عملوا عمل صالح، اوعوا تخافوا من هذا الهول، لأننا مش هنظلم، اللي عملته كويس هتاخدوا جزاءكم. ويخوف التانيين يقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يوم لم لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، الذي عمل خير يطمئن ولا لا؟ واللي عمل شر بقى يبقى معدين يجراله اللي يجراله. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. ليه؟ اشمعنى اليوم؟ قال لك لأنهم في الدنيا كل يحاول أن يظلم الأضعف منه، لأن الموازين في إيد مين؟ في إيد بشر. لكن اليوم الموازين في إيد مين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص انتهت المسألة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. على طول كده تجزون ما كنتم تعملون يبين لنا النتيجة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. على طول كده مسألة يعني إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. كلمة أصحاب الجنة كلمة صاحب، يعني معناه الصاحب هو المنتقى والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه، ويبقى أنت هو صاحبك. الله، بيبقى أصحاب الجنة يعني كأن الجنة كانت في بالهم وفي أذهانهم، وهذا البال وهذه الأذهان متعلقة بها، فلهم صحبة بالجنة وللجنة. كل عمل ما يعملوه افتكروا الجنة، كل ما عمل يعملوه افتكروا الجنة. يوم دي تعمل ما هو صاحب بقى، لو أن صاحبك كده وبعد ذلك يجي كل ما تعمل يفكرك، لما يبقى إذن إن أصحاب الجنة، فكأن الجنة أخرجت مخرج العقلاء الذين يصاحبون ويصاحبون، وما دام صحاب الجنة أو كده كل بقى ما يجي خير يقولك عشان الجنة، كل ما يجي مش عشان الجنة، كل ما يجي شر يقول لا ابعد دي عشان الجنة. إن أصحاب أو الصاحب هو الذي يملك الشيء، قال لك هم بعملهم الصالح ملكوا مفاتيح الجنة. نعم.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يقال فاكه وفكه، فكه يعني متلذ متنعم، لأن احنا قلنا فيه قوت للضرورة ضروري، وفيه بتاكله تفكه يعني كده، وزم الفكه اسمها ايه؟ تفكه. نعم. ايه فاكهون ليه؟ متمتعين ومش عارف ايه وبتاع، وفي شغل عن ايه؟ أم قال لك لأن كان لهم أقارب ولهم معارف ولهم كده، إنما في الجهة الثانية في النار يبقوا دول في نعيمهم في شغل عن دول، ما حدش بقى إيه لا يجزي والده عن ولده ولا مولود هو إيه جاز عن والده شيئا، ولا كأنهم يعرفوهم، وحتى الأتباع والمولى ولا إيه. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. بيقول له يا سلام كتر خيرك يا شيخ، ده انت عندنا كنت يوم كذا هعمل كذا، انت خدت بايدي ولا خلتنيش اعمل، وينبسط من اللي ايه الذي صده عن المعصيه، وينبسط من اللي خد بايده الى الايه الى الطاعه. فيوم القيامه يشعلقوا ببعض ويبقوا اصدقاء، واللي كانوا بيزين لهم الشر بقوا ايه بقوا اعداء. الاخلاء وبعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم، المسألة دي بتبقى عاملة عند بعض الناس أشياء كده يعني، لدرجة إن احنا بنقول الآية دي لواحد وإخواننا كلهم قاعدينهم وأزواجهم هيقولهم، فخبط على صدره وقال يا خرابي بقى فلانة حجيني تاني. الله هم شاهدينها. ورجل وقور وكبير وألهى بإنفعال وخبط على صدره، شوف لك صرفة في الحكاية دي ليه؟ لأنه رأى في زوجته ما ينفره منها، فبرضه حتيجة الزقل في الآخرة تاني. إيه الحكاية دي؟ فربنا سبحانه وتعالى أسعفنا بشيء يعني يرضيه. قال له أنت تكره في زوجتك أشياء، ولكن الله قال في هؤلاء ما دام بقت أهل الجنة يبقى عملها مع ربنا كويس، وإن كان عملها يبقى عملها مع ربنا كويس يغلب عملها معك الوحش. خلاص. وبعدين ما تبقى يبقى عملها مع ربنا الطيب يلغي عملها معك الوحش، ويمكن انت اللي مزاجك وحش وعينك زيغة وطماع، لان الله سبحانه وتعالى حينما اراد بالزيجة فقال سكنا ومودة ورحمة. سكن في اول بقى ما تكون هي بقى ما ترتاحش اللي عندها، وبعدين تزهد المسألة شوية فيها بقى لما تكبر شوية ولا بتاع ولا تبان لها اصيام تانية. ام قال لك خلاص اعمل مودة بقى يعيشها بمودة. طيب ما عادش مودة، قال لك يرحم ترحموا بعض بقى عجزكم ترحموه لبعض، انت بقيت عجوز وهي بقيت عجوزة، يبقى معيشة ايه؟ معيشة تراحم، يبقى سكنا ومودة وايه؟ تبقى هي. فقلت له يا شيخ ده مش هتيجي على الصورة اللي انت ايه؟ اللي انت كارهها فيه، لان الذي خلقها قال ازواج مطهرة، ومعنى مطهرة يعني ما كنت تأخذه عليها مما ينفرك منها تطهرت منه. بس قال كويس كده. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. في ظلال ده في الشمس هناك هيبقى ظل من ايه؟ الظل ألفه المكلفون في أنه اللي كانوا بيفيقوا إليها في الحر، شوفوا الحر دلوقتي لما يكون موجود كده وبعدين تقعد تحت ظل إيه؟ تحت أمر مألوف، يعني في ظل يعني ممتعون، أو في ظل الله يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. حلو قوي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الأريكة هي السرير اللي له حاجة اللي هي زي الناموسية كده، أو هي الوسادة. طب ومتكئون إيه بقى؟ قال لك لأن الإنسان له حالات، الحالة الأولى قائم
والحالة الثانية قاعد، والحالة الثالثة إيه؟ متكئ. قالوا أمتع هذه الحالات الاتكاء، لأن القائم يمكن قائم لعمل، والقاعد قاعد لهم، له غدر يقوم ولا غدر يعمله خلاص. إنما المتكئ ده دليل على إنه واخد إيه؟ واخد راحته قوي. على الأرائك إيه؟ متكئون. لهم فيها فاكهة. الله، ده هو قسم الحاجات اللي بناخدها إلى حاجتين، نأكلها اقتياتا وفاكهة. من هذوك قال أخران من أحبا في منه إيه؟ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره. الله، قال لك وهو قال هنا لهم فيها فاكهة، لأننا لا نأكل في الجنة إلا تفكها وتنعما وتلذذا، ليس عن حاجة إلى من جوع أو إلى شبع. يبقى هي كلها إيه؟ تفكه كده. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون يعني يدعون به، اللي يخطر على بالهم يلاقيه موجود. واحد بقى من اللي بيدعبس قوي في الكلام كده قال لك لا، ده ولهم ما يدعون يعني لا يدخر الله لهم دعوة، لأنه يعطيهم الأشياء قبل أن يدعوا. الله. نعم. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن معنى كان يريده لخلقه في الدنيا، بيديلهم منهج الإسلام. ليه الإسلام؟ عشان إيه؟ عشان يسلموا زمامهم إلى يد خالقه، وكلهم يبقوا إخوة عابدين لمعبود واحد، فيعيشوا مع بعض في أمن واطمئنان وسلام. يبقى السلام ده هي غاية الله. يبقى الإنسان قد ينعم بكل نعيم، ولكن منغص عليه الأمن. يبقى الأمن المنغص عليه ده إيه؟ يضيع لذة النعمة. فيبقى الشيء المهم الواحد يكون عايش في إيه؟ في أمن وسلام. ولذلك يمتن الله على قريش بقوله أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى في أمن وفي إيه؟ سلام. السلام قد يكون منك يجي واحد يقبل عليك وغريب عنك، فأقول لك السلام عليكم، يعني أنا مقبل بسلام، وانت تقول له عليكم السلام، يعني انت هتأذيني ولا احنا هنأذيك. فيعطيك من السلام على قدر إمكانياته. فإذا كان السلام ما القائل له الله، ده يبقى ما حدش ويقدر ينفد لك من أي منفذ. وسلام مش يقول للملائكة سلمهم، ده السلام هو اللي يقوله قولا منه هو. فمعنى ذلك ده ضمان إيه؟ سلام قولا من رب رحيم. سلام حالة كونه إيه؟ مش بلاغ من أحد، إنما منقول من الرب. سلام قولا من رب ورحيم. الربوبية تقتضي أن المرب بيحب المربى، فما بالك إذا وصف أيضا بالإيه؟ بالرحمة. ويرجع بقى للجماعة المجرمين بقى، قال على أصحاب الجنة، يرجع للمجرمين بقى. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا إيه التميز بتاعهم بقى؟ ده امتازوا يعني إيه؟ يعني تميزوا كده وتذموا لوحدكم خلاص. إن أنا خليتكم تشوفوا المنظر إن دول كده رايحين الجنة وانتوا قاعدين عشان الحسرة تزداد لكم. وبعدين أقول لكم امتازوا أيها المجرمون. وذلك هناك في فتح مكة، لا في غزوة الحديبية، لما منع المسلمون من الدخول حزن المسلمون حتى كبار الصحابة، والنبي حزن من إنهم مش عايزين ينصاعوا للأمر، وعمر يقول لا نقبل الدنية في ديننا، كلهم يعملوا كده. فستنا أم سلمة وقفت الموقف الطبيعي وقال هلك الناس يا أم سلمة، أمرتهم فلم يطيعوا. فقالت يا رسول الله إنهم مكروبون،
مشتقين إلى الحرم وبقوا على بعض أمتار منه ويمنعوا منه، دي مسألة صعبة شوية. يا رسول الله اعمل إلى ما أمرك به ربك فافعله ولا تكلم أحد، فإنهم لو رأوك عزمت على العمل ستنتهي المسألة. وقد انتهت المسألة فعلا بمشورة مين؟ ستنا أم سلمة. قبل أن يذهبوا إلى المدينة بيّن الله لهم العلة في أنه قبل رسول الله الشروط وعمل المعاهدة وإلى آخر. إيه إيه قال لهم أصلكم كنتوا هتدخلوا وتظنوا أن أهل مكة أعداء لكم وقد تحصل التصادمات بينكم وبينهم، وفيه إخوان لكم مسلمين كتموا إسلامهم ومنتشرين ومنبسين بينهم وأنتم لم تعرفوه، فتبقوا تأذوهم وأنتم هم مسلمين. خلاص كده، لو تزينوا يعني راحوا في حتة كده وعرفناهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا. يبقى إذن جت العلة في إنهم إيه قبلوا الشروط وقبلوا كذا وقبلوا كذا وكذا، العلة في إيه؟ إن إخوانهم المسلمين موجودين في المكة وكاتمين إيمانهم وعايشين في وسطهم، ولو كانت حرب بقى هياخدوا العاطل مع الإيه؟ لو تزيلوا أي تبيزوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تعالوا على جنب، أو امتازوا بعلامات تميزكم حتى لا يكون خجلكم أمامنا بس الآن، بل كل اللي يشوفكم بعد كده يعرف إنه إيه تعرفهم بإيه بسيمهم، يعمل لهم علامة كده تميزوا من علامة الغضب بقى. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الله، هم يستاهلوا الحكاية دي الغضبة بتاعت الرب كده ومش عارف قال لك إيه؟ لأنه هو نبههم إلى هذه المسألة فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذا كنتش أنا قلت لكم، إذا كنتش نبهتكم، ده أنا نبهتكم على الحكاية دي ونبهتكم على مداخل الشيطان إليكم، لأن الشيطان من خيابته رمى كل إيه كل أعماله اللي عايز يعملها مع المؤمنين أمام الله وأنا نقلتها لكم، فكان يجب إن هو إيه أنا نبهتكم إلى عداوة الشيطان، وعداوة الشيطان عداوة مسبقة لآدم من يوم أن امتنع عن السجود. وبعد ذلك لما امتنع عن السجود مش بس يعني حصل كده، وأغوى مين؟ وأغوى آدم، فحب ينتقم من آدم ومن ذريته، فأقسم أمام خالقه بعزتك لأغوينهم أجمعين. بقى اللي يعني اعتف المسألة دي لازم أنا أغويهم أجمعين، لكنه ذكر عبوديته الحق للرب الأعلى فقال إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما أقدرش أجي ناحيتهم دي. الله، بقى لأغوينهم أجمعين دي بجبروت الإغواء، إنما أمام الرب بقى قال له إلا عبادك منهم المخلصين ما أقدرش إيه أنا اللي أنت عايزه أنا ما أقدرش عليه، لأن المسألة مش خصومة بيني وبينك، إنما الخصومة بيني وبين بني آدم تبقى العملية. فأنا قلت لكم ألم أعهد إليكم يعني أعهد إليكم إيه أمركم، زي ما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه ولم نجد له عزما. يبقى عهد ألم أعهد إليكم يعني لم أمركم بأنكم تستيقظوا من مكايد الشيطان، لأن مكايد الشيطان عدوت لكم لآدم ولكم بده ينتقم من ذرية آدم علشانه، فقال لأغوينه أجمعين. وحين أقسم إبليس أقسم قسما يؤكد قدرته على ما يهدد به، قال بعزتك. طب هم دوم قالوا بعزتي فرعون إنا لنحن الغالبون، إنما ده قال بعزة مين؟ بعزة الله. يعني إيه عزة الله؟ يعني استغناؤك عن خلقك، لو كنت عايزني ما هاخدش واحد ولا أقدر أهوت، إنما عزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الباب هو الذي دخلت أنا إيه دخلت منه. ثم مش بس عاهل إليهم أن لا يتبع لا يعبد الشيطان، وقال لهم على شباك الشيطان وقططه معاه،
قال الشيطان هيعمل ايه؟ ده الشيطان اللي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكان يجب بقى ما دام المصل ده جه كان يجب يكون في مناعه بقى، بقى قايل لهم هيقعد لكم صراطكم، لان الشيطان مش هيروح لاماكن الفجور، الشيطان هيروح لمهبات الطاعه عشان يفسد عمل الطاعه على المؤمن، انما اللي رايح الخماره دي هو عايزه ده هو يعني. ولذلك الراجل الشاعر بيقول ايه لاسرف على نفسه، بيقول وكنت امرا من جند ابليس، يعني صلتني اغري الناس، فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ هي معنى العباده ايه؟ معنى اطاعته نزغاته ووسوسته، هي العباده. الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. والعداوه مسبقه وقلم، فالشيطان قال انا هقعد الطريق الايه؟ المستقيم. طيب ادي واحد كان يجب يتنبهه بقى لما يجي يعمل عمل صالح، يقول له الشيطان حي ايه؟ هيقول يفسد عليك العمل ده، ولم يخلي العمل مش خالص قوي لله، يدخل فيه ما ليس لله. والشيطان لما يعمل العملية دي ينقص ثوابك على العمل، بس اللي ما يقدرش ياخدك للمعصية ينقص ثوابك من الطاعة. طيب وإيه كمان؟ قال ولا آتي أنه من إيه؟ من بين أيديهم، من قدام يعني، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، يعني ححاوتهم. نقوم نقول برضو ما حاوتش، لأن الجهات ستة وفوق وأعلى. قال لك من نصحته إنه ما جابش الجهتين دول، جاب بس الإمام والخلف واليمين والشمال. ليه؟ قال لك لأن العبد إن كان مرتبطا بعز الألوهية وعلوها وذل العبودية في الأرض لا يأتي له الشيطان أبدا، إنما يجي له الشيطان لما يلخلخ من ناحيتين يروح نفيد له من أي إيه. طيب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ والعلة في ذلك أنه لكم عدو، وعدو بين العبادة، ومحيط بأساليب الكيد لأعدائه. من نعبد من يا رب؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بقى العلة في عدم عبادة الشيطان قالها ايه؟ انه عدو. كده المقابل وانا اعبدوني لانني حبيبكم. يا ابن ادم انا لك ايه؟ محب، فبحقي عليك كن لي محبا. ربنا بيحنن له الله. طب لكن هو ما قالش كده، مش قال ما تعبدش الشيطان لانه عدو، واعبدني كان المقتضى يقول لان ايه؟ بحبيب. ساب دي خالص وجاب ايه؟ ام قال لك انا حبي موجود، انما اصلا انا بدعيك لصراط مستقيم نافع لك، وما دام الصراط المستقيم اللي انا هعمله نافع لك يبقى سواء كنت بحبك ولا ما احبكش تبقى كان لازم تعمله. الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. اهل المعرفه بقى ساعه ما شاف اهدنا الصراط المستقيم وهذا صراط مستقيم قال لك لا، طريق عدل دغري مسافته قصيره ما فيش لا حوض هنا ولا حوض هنا، صح؟ طب والطريق ده جابوا ليه؟ وضلوا الطريق ساعه ما تفهم ان في طريق تعرف ان في من والى، ما دام في طريق يبقى من والى، يبقى معناها اللي يتنبه الى انك في الدنيا سائر في طريق. لو كانت الدنيا قرار ما كنتش عايز طريق، انما هي مش قرار ده مرور. فتنبه بقى ان ايه؟ ليه الانسان لما يكون في مكان مقيم فيه
ثم لا يجد فيه راحة دنيا، يقوم ينتقل إلى مكان تاني. المكان التاني برضو له بدء وله إيه نهاية. لو أن الحتة اللي هو فيها ديا مستقيمة الأمور في تعفها ما يروحش الحتة التانية. ولذلك إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لما هاجر يبقى أنا عايز طريق بقى هاجر فيه، يبقى فيه من وفيه إيه؟ وفيه إلى. وقد واحد الإلف الأول للوطن يروح يوضب نفسه ويفتني زي اللي بيروح وبعثة مثلا، وبعدين يجي الإيه؟ يجي البلده، يبقى صد رد. ساعة ما ربنا يقول الصراط والطريق المستقيم ومش عارف إيه والمسافة، فاعلم أنه يريد أن ينبهك أن قرارك في الدنيا أنت عابر سبيل. بس المهم بقى ما دام عابر سبيل اسلك الطريق إلى الغاية. الغاية اللي هتخليك تعمل إيه؟ تطلع من وتروح إيه؟ إلى بتاعتك دي هو اللي قالك عليها بقى. ليه؟ أم قالك لأنك أنت في الدنيا تعيش حياتك بأسباب الله المخلوقة له ممدودة إليك. نزل لك المية تروى منها، ونزل لك الأرض تزرع فيها، ونزل لك العقل تفكر، ونزل لك الطاقة تفحت، كل دي إنما هي أسباب مين؟ أسباب الله. ولكن الله حرصا عليك أن تفتنك الأسباب، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يجعل الأسباب تكدي في بعض الأحيان. الزرع يبقى حلو كده ومش عارف ايه، وبعدين هو مزهر كده والثمر جت يجي له شويه ريح يضيعوه. ليه؟ علشان تلتفت دائما الى المسبب، ما تستغناش بالايه؟ بالاسباب. ولذلك كان سمعنا مره من افغانستان ولا هو ايه، انهم عندهم قمح زرعوه يتسع الى انه يقضي اكل اسيا كلها، وقعدوا يقولوا خلاص وزرعنا. وبعدين قبل الزرع وهو كده يعني لسه كده جات الجائحه مش عارف ايه، وراحت مطيره الايه؟ الثمره. فاضطروا انهم يمدوا ايدهم ياخدوا من مين؟ حين يكدي الله بالاسباب عايز يحيي صلتك بالمسبب. لما يكدي الاسباب يخلي عشان تقول يا رب. ولذلك من الناس من احب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب، بيسمع حسهم كده. وفي ناس يكره ندائهم ساعة ما يطلبوا حاجة يقول الملائكة يقضوها لابن الإيه، أنا مش عايز أسمع حسه. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نقول ما دام قال هذا صراط مستقيم يبقى فيه مرور، يبقى الحتة اللي احنا فيها دي مش إقامة، يبقى فيه عبور. وعبور إلى إيه؟ قال لك تنتقل من دنيا الأسباب إلى عالم المسبب. ولذلك احنا بنزرع ونقلع وبعدين نطحن ونخبز ونطبخ وناخد مش عارف ايه. هناك لا، تخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه ايه؟ تلتفت تلاقيه ايه قدامك. يبقى المسبب ولا مش المسبب؟ ولذلك يقول لك طهي الله زي ما قالوا هناك، قال لك احنا في الدنيا بناكل على كيفنا، وبعد ذلك نحب فضلات وتقرف نفسنا وتتعب ومش عارف ايه. هم ما يتغوطوش ليه؟ قال لك لان ربنا اللي طهي لهم، هما دان طهيرهم ما بيديلهم الايه؟ الحاجة اللي ما تعملش ايه؟ فضلات ولا اي حاجة. والشيطان كان يجب ان تعرفه تاريخه مع بني ادم من اول بعد ادم كده والرسل كلها، عمل عمايله في هؤلاء وعمل عمايله في ناس اقوياء. الله، اقوياء ازاي؟ ام قال لك يا اخي ربنا لما بيعرض الحضارات القديمة يكفي في عظمته ان القرن العشرين اللي خد الصيت في الابتكار والاختراع والى اخره، قال بيجي يتفرج على الهرم اللي مبني في مصر من كذا من قبل الميلاد بكذا سنه. ده دليل على ايه؟ على انهم بلغوا ايه؟ ومع ذلك لعب فيهم الشيطان. اللي عملوا كده لعبوا ايهم الشيطان ومش خلاهم يبقوا عاصيين، أن لا يعملوه آلهة وعمل إله وعمل مش عارف إيه بتاع. ليه؟ لأن الأسباب ادته فعمل إيه؟ إله. ولأ ناس فاستخف قومه فإيه؟ فأطاعوا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا،
يعني مش انتوا بس لوحدكم، ده كتير عمل في الناس كتير. ولقد اضل منكم جبلة، جبلة الجبل هم القوم الاشداء الاقوياء، وشدتهم وقوتهم ضعفوا امام وسوسة ابليس. مع كان المدام قوم اقوياء كده كانوا يقوا على الحكاية دي، قال لك لا ليه؟ قال لان ابليس جاي لهم من ناحية الشهوات اللي النفس تميل لها، ويصعب عليهم عمل الطاعة المجهد الشاق، تصلي ومش عارف وتعمل ايه وتصوم وتروح تحج، كان عمل شاق. الله. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يبقى الجبل هم القوم الاقوياء الاشداء. ساعة ما ترى حروف مكررة في كلمات هي بعينها، يعرف ان بينهم جامع اشتقاقي. فالجيم والبه واللام بتاع جبل، جبل، ها مش كده؟ طيب وبعدين يقول لك فلان جبل على كذا، الله. تبقى المعنى ايه؟ الجبل فيه ثبات وفيه فخامة وفيه رسوخ، ولما تقول جبل على الكرم كأن الصفة لزقت فيه و... نعم لزقت ايه، فتبقى كلها ماشية مادة لمادة ايه الثبات والايه. ولذلك يقول لك فلان ده جبل راسي، جبل يعني ما تهزوش الأحداث، رضوى على ايد الرجال يسير، يعني يبقى اذا جبل كل المادة الجيم والبي واللام تدل على الثبات والقوة واللزوم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، هناك آية ثانية والجبلة الأولين، مش في آية ثانية كده؟ نعم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله. حين يردك خالقك إلى العقل يقول لك شغل عقلك، أنت لا تأمر مخاطبك بأن يعمل عقله ويشغله إلا إذا كنت واثق إن نتيجة عمل العقل في صالحك، لكن لو كنت عارف إن نتيجة عمل العقل مش في صالحك تكلفته. لما تروح تشتري مثلا قماش عايز صوف، يقول لك الصوف ده مش عارف إنجليزي وكذا ومش عارف إيه وبتاع، وشوف ياخد فتلة وبعدين يجيب الولعة يولعها يشوفها مش عارف إيه، تطلع فتلة مش عارف، يقول لك خد بالك ودي كذا، ولما تعملها كده أهو ده معالج علاج بيكرمش، يقول لك على كل حاجة، لأنه واثق أن هذا البحث الدقيق سيؤدي إلى إيه؟ إلى إنه ياخد القماش بتاعه. لكن اللي كلفت لك بقى الحكاية بقى كده كلفتها دليل على أنك لو استيقظ عقلك ما أنتش هتقبلها. فبيقول لهم ايه؟ افلم تكونوا تعقلون، يعني لو كنتوا تعقلوا كنتوا انتهيتوا الى المساله، مش عايزه كلام ولا عايزه نصيحه ولا عايزه اي حاجه. هذه جهنم التي كنتم توعدون، برضو توعدون من الوعد، ده الوعد يبقى بخير، ولذلك في وعد وفي وعد، الوعد يبقى بشر. ولذلك الشاعر لما يقول ايه يا دهر يا منجز اعاده ومخلف المأمول من وعده، لما يوعدني بخير يماطل وإن كان بشر يجيبه على طول كده، يا دهر يا منجز إيه إعاده أي من أوعده ومخلف المأمول من وعده يا من وعده. قال لك هي دي اللي احنا قلناها الأول، لأن الذي ينصحك قبل وصولك إلى الشيء أن الشيء يأتي لك بصعوبة يبقى ادالك خير، وقال لك يا واد الجدع المذاكر احسن لما تمش عارف تصب ما تروحش الكليه، يبقى لما يقول لك كده يبقى قدم لك اي خير، مش انه هو بشرك بانك تسقط، ده هو مش عايزك تسقط، مش عايزك ايه تسقط. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم، اصلوها اصطلوا بها، اصطلوا بها يعني الحرق وانشوا بها اليوم والنهاردة يوم جزاء. الله. وقبل كده أم قال لك أصل اللذات اللي جابتك النار انتهت بوقتها وذهبت مع الدنيا، مش باقية إلا إيه بقى النهاردة إيه إلا النار اليوم،
يبقى الأمس ذهبت بلذاتها، اللذة بتاعت الأمس مش هتقعد لغاية الآن، تبقى انتهت وخلاص، وبعدين دي ايه اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا تقريع، يعني اسلوها بسبب كفركم لنعمه، بسبب كفركم لنعمة الحق سبحانه وتعالى. وذلك تقريع إلى أنهم لم يعرفوا للحق نعمه عليهم، ولو عرفوا نعمه عليهم لما فعلوا ذلك. ولذلك لما إنسان يعمل في إنسان إحسان وبعد ذلك يكفر ذلك الإحسان، فاللي عمل إحسان يملك إنه يعمل له سوء، يقول له تعالى عندي سيدك علشان عايزك تيجي، يقول لهم شوفوا نفذوا اللي يقولوا لكم عليه واعملوا فيها اللي ما تخلونيش قبله، ما تخلونيش ايه الله. اكن الحياء، حياء المسيء من المحسن اشد نكالا عليه من العذاب. فبقول بما كنتم بكفركم، فكأن بكفركم دي يعني استحم وانتم كفرتم نعمة ربنا. لو انتم عندكم احساس كان الكفر ده بتاع ربنا لما نبكركم به يبقى اشد من الايه، من النار التي ايه تصطلون بها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم، اليوم نختم على افواههم. طب والامس ختمنا على قلوبهم. بقى في ختم على القلوب في الايه، في الاول، وهنا بقى نختم على ايه؟ ليه ختمنا على القلوب؟ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الايمان. خلاص النهارده هنختم على الافواه. ليه؟ عشان ما يعتذروش ولا يقولوا كده ولا يستغفروا، لان الوقت مش وقت استغفار، المنطق انتهى بقى، انتهى اوانه. يقول لك وذلك الان وقد عصيت ايه، عصيت قبل، يعني اذا الختم على الافواه عشان ما يتكلموش، لانه هيتكلموا يقولوا ايه، ان كانوا هيستغفروا يبقى الوقت مش وقت تكليف، ما فيش حاجه من دي خالص، يبقى الكلام ملوش لازمه. طيب اليوم نختم على ايه؟ طيب نختم على افواههم. وبعدين لما نختم على الافواه اللي هي مناط الكلام، احنا اللي ختمنا، كان يقول ايه؟ وننطق ايديهم، ختمنا وننطق ايديهم، قلنا الى اللسان ما تتكلمش انت وخلي الايه تنطق. قال لك لا ما دخلش في ده، قال هي تكلمنا، احنا ما طلبناش منها، احنا ختمنا صحيح على الافواه، انما هي اللي هتعمل ايه؟ هي اللي هتتكلم، تتكلم تطوعا. ايوه تتكلم تطوعا. ليه؟ طب ما هي الايادي اللي قد بشر بها كثير من الاعمال، والارجل بشر بها كثير من الساعات، هي اللي راحت القماره، وهي اللي عملت، والايد اللي ضربت فلان، والايد اللي عملت كذا. الله شهدوا على انفسهم؟ يقول له لا، احنا ما شهدناش على انفسنا، احنا شهدنا عليه على النفس الواعيه. ليه؟ لان احنا كنا في الدنيا مامورون بان نكون خاضعين لامراده. عايز يشيل ايده يضرب واحد نضرب، ما نقولوش لا دي دي حرام. يبقى في الدنيا ايه؟ الجوارح ماموره بان تطيع مراده. اللسان مامور بان يطيع ايه؟ مراده. الرجل مأمور بأن يطيع مراده. يبقى الطاعة بتاعة الجوارح له هو كانت في الدنيا، إنما حين يذهبون إلى المصدر الأعلى للتفويض ولكذا ولكذا، نقول له بقى إحنا بقى نتكلم على راحتنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.